الشاويش هشام عبود عاد ليخرطي من جديد خرططات الجيش الجزائري الذي أرعب شارون، وشارون الذي انهار أمام الجيش البطيخي نفس الخرط رجع تاني، بس المرة دي بقى على لسان مصري. شاهد وينقضع أو شهادة مصري هو اللي قال. أولا مين هو المصري؟ ما قلتش مين هو، صحفي عسكري سياسي هو مين ولا حاجة، واحد على اليوتيوب واخد تقرير جزائري، هوريك دلوقتي الاثنين، نقل السكريبت هو كتب اللي في التقرير الجزائري الشهير اللي هاتك وعي الكل اللي هو عامله اساسا هشام عبود ايام ما كان رئيس تحرير مجله الجيش، وبيقراه هو هسمعك هو طبق الاصل، لكن بلسان واحد مصري ما نعرفش مين هو. ده واحد. نمره اثنين، في تقرير الاساسي بتاع الشاويش هشام عبود، وهشام عبود على فكره هو شاويش فعلا، هو كان عسكري وحطوه عملوه صحفي رئيس تحرير مجله الجيش، وهو ابو مدياني وضيع يعني، اضافه الى ده نهج بعد العشيره السوداء، جابوا مجموعه من العسكريين عملوهم صحفيين لقتل الصحافه والسيطره عليها، منهم انور مالك عسكري، هو بيقول انا كنت عسكري، وحكى ان ازاي كان بيكتب التقارير يسلمها للصحيفه يغيروها كلي وجزئي وما يقدرش يتكلم لانه عسكري، ما عندوش، ما يعرفش يعني ايه صحافه، عسكري يطيع الاوامر ماشي. هو اللي قال بلسانه على فكره، هم عسكريين، مجموعه من العسكريين، تربيه بومدين. المهم ان هشام زعطوط نشر هو الكذبه دي ايام ما كان رئيس تحرير مجله الجيش، وعملوها تقرير تلفزيوني قالوا فيه انه جاب المعلومات دي منين. طب انت عرفت منين يا زعطوط؟ قال لك ديفيد الي عازر رئيس الاركان انذاك في جيش الاحتلال وايرين شارون في مذكراتهم قالوا الكلام ده. هحط لك انا روابط تعليقات، روابط مذكرات حرب يوم الغفران لديفيد الي عازر رئيس الاركان باللغه العربيه، اتحداك تجيب لي فيها كلمه الجزائر تصريحا او تلميحا. ومذكرات ايرين شارون هتلاقيهم موجودين بي دي اف في التعليقات، هحط لك الروابط اقراهم، حملهم واقراهم، اذا لقيت فيهم كلمه الجزائر تصريحا او تلميحا بحق. هسمعك دلوقتي بودنك رئيس الاركان المصري سعد الدين الشاذلي الذي لم تطلق رصاصه في حرب اكتوبر 73 الا بامره، رئيس الاركان في بعد كده قال بالنص في شهادته على العصر مع احمد منصور في قناه الجزيره بلسانه، بعد الحرب جالنا امدادات من العراق ومن الجزائر، اضافه الى ان التقرير العبثي اللي عملوه هم اساسا الجزائر اللي عمله هشام عبود زمان ده، هو براسه بيقول عرفنا بعد وبدينا نجمع قواتنا بعد 6 أيام من الحرب، ثم تحركنا بريا، قعدنا 14 يوم نجمع القوات، ثم تحركنا بريا، خدوا في الطريق 20 يوم وصلوا بعد اطلاق وقف اطلاق النار اصلا. بمنطق حسابهم هم، وهو ده اللي حصل، انهم وصلوا بعد اطلاق النار، وقف اطلاق النار، ولم يرى جندي اسرائيلي الجندي الجزائري مطلقا على الاطلاق. على الاطلاق. فلذلك هذه الأكذوبة التي يلوكها هذا الزعطوط هو اللي مؤلفها ويلوكها ومبسوط، والمرة دي يقول لك مصري هو اللي قال. مين هو المصري ده يعني؟ ده مين هو؟ ده المتحدث باسم الجيش يعني، ولا كان موجود يعني من شاهد عيان؟ مصري بيقول نفس التقرير بالحرف، هسمعك دلوقتي نفس التقرير، فرغوا التقرير الجزائري وحب يجاملهم وقام قايل نفس الكلام هو بس بلسان مصري. والمشكلة انه ما يعرفش المصري ده ان هو المجاملات السخيفة الحقيرة اللي في غير محلها دي هي اللي نفخته وخلتهم دلوقتي كلهم بيدخلوا يقولوا عليكم خونة وصفاتكم ونعاتكم ومحاصرين، وافتحوا لنا الحدود عشان الجندي الاسرائيلي بيترعب مننا، وهذا الخرط اللي انت سامعه هو انت السبب فيه بمجاملات فارغة لم تحدث اصلا، ولم يحدث ان لا شارون جاب سيرتهم ولا ديفيد العازر جاب سيرتهم ولا موجودة سيرتهم في المذكرات وموجودة في التعليقات إذا لقيتها تعالى حاسبني. اسمع التقرير بتاع المصري اللي فرحان به هشام زعطوط واستنى بقى احكي لك تفاصيل الحكايه. تصريح وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه ديان بعد استبسال الجيش الجزائري وقتل 900 جندي اسرائيلي وتدمير 200 دبابه. ايه هي العقده العسكريه اللي دخلت كتب التاريخ الاسرائيلي العسكري تحت اسم عقده شارون؟ وليه اليهود والصهاينه بالذات بيترعبوا من مجرد ذكر اسم الجزائر او الشعب الجزائري بمعنى اصح؟ طبعا ده ليه اكتر من موقف بيدل على ان الشعب الجزائري من اكتر الشعوب اللي رافضه الكيان المحتل وعملوا عقده ليهم. ما تيجوا نعرف ازاي بدات العقده دي وبالاخص عند شارون.
ونشوف عظمة الرئيس هواري بومدين واللي قدم تضحيات لا تقدر بتمن عشان يضمن انتصار المصريين وهزيمة دولة الاحتلال. تابع معانا الفيديو للآخر. بس قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان تسمعوا بقية الخرط اللي بيخرطيه هذا الأخ الذي خرط تقرير موجود عاملينه هم أيام ما كان هشام عبود ده معمول من حوالي 5-6 سنين، كان عامله هشام زعطوط أيام ما كان هو ولا أكتر 7-8 سنين أيام ما كان رئيس تحرير مجلة الجيش، وزعطط وعمل القصة والرواية واستند في تقريره اللي ممكن ترجع له على اليوتيوب، هسمعك منه حتى دلوقتي وارجع له هتلاقيه بيقول أن هذا الكلام قاله ديفيد ألي عازر رئيس أركان الجيش الاحتلال في مذكراته، مذكرات حرب الغفران، كويس. وقال ان ايريل شارون هو كمان قال هذا الكلام، يعني هم جابوا ما كانوش واقفين جنب ايريل شارون وديفيد العازر في غرفه العمليات لما كان بيتقال الكلام ده. امال جبته منين يا زعطوط؟ جبته من مذكراتهم، مذكراتهم هتلاقيها في التعليقات، اتحدى تقراها اذا لقيت فيها كلمه الجزائر بالكامل تصريح او تلميح تعالى حاسب كذب وخرطي اعتادوه هؤلاء. الاول اسمع اسمع وبعدين تعالى اما اوريك الخرط بيعملوه ازاي وليه. اسمع اهو. استهتار شارون بالجزائريين احد اسباب خسارتنا الحرب، هو تصريح نقل على لسان رئيس هيئه اركان اسرائيل ديفيد العازر الذي وصف اللواء ريل شارون بالمغرور لانه اقنع جنوده ان اسلحه الجزائريين بدائيه وسوف يفرون من مجرد رؤيه دبابات اسرائيل. لكن مع وصول قوات شارون لقوات الجزائر المتمركزة بسيناء فوجئوا بكمين محكم لتنتهي المعركة بمقتل 900 جندي إسرائيلي وإعطاب 172 دبابة إسرائيلية. وفي ميناء الأدبية أوهم المصريون الإسرائيليين أنه غير محصن رغم أن القوات الجزائرية كلفت بمهمة حمايته، إذ إن كل المعطيات والتحليلات تدل على أن الجزائريين لا يملكون أسلحة قادرة على عرقلة العملية. لكن مع انطلاق طائرات إسرائيل كانت المفاجأة الأولى بإسقاط الجزائريين طائرة أمريكية عملاقة من طراز C5 جالاكسي بواسطة صاروخ موجه قبل أن تتوالى عشرات الصواريخ الجزائرية لتصيب طائرتين آخرتين. إلى آخر الخرطي. الخرطي بقى اللي انت شايفه ده، شفت هو التقرير ده، هو ده يعني المصري سمع التقرير الخرطي وقالوا بلسانه بنفس المعلومات وقالوا اهو ان ديفيد ألي عازر اللي قال، من فضلك اقرا مذكراته تحت. ما حصلش، ما جابش سيرتها، ما فيش حاجه اسمها كده. نمره 2، نمره 2، سعاد الدين الشاذلي نفسه رئيس اركان قوات المسلحه قال ان جالنا بعد الحرب كل اللي اتقال ده خرطي. الواد المصري قال 200 دبابه، هنا قالوا 172 دبابه. اجمالي الخسائر في الحرب ما تعدتش الرقم ده، اجمالي الخسائر في الحرب للعدو ما عدتش الرقم ده اللي بيقولوا انه في معركه واحده اعطبوها. اسمع سعد الدين الشاذلي. الضيافه المصريه لم يصل لنا الا سربين هوكر هانتر من العراق، نعم، وبعد الحرب وصل لنا امدادات من ليبيا ومن الجزائر، وبعد الحرب وصل لنا امدادات من ليبيا ومن الجزائر. ده رئيس أركان قوات المسلحة المصرية، ده رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، ده اللي كان عارف السلاح فين ومين رايح فين، وده رئيس الأركان، ده ما فيش رصاصة بتضرب إلا بعلمه وبأمره ولا لأ؟ بعد الحرب، بعد الحرب. عايز تأكد شهادة سعد الدين الشاذلي اسأل في برنامج اسمه الذاكرة السياسية على قناة العربية، اسمع شهادة عبد السلام جلود الرجل الثاني في نظام القذافي، اكتب كده عبد السلام جلود الذاكرة السياسية واسمع البرنامج ده بالكامل، هتلاقيه بيتكلم عن انه راح بعد ما عرفوا بالحرب
القذافي بعته يوم 7 اكتوبر، قال لك رحت وقفت يومين اتنين قدام العمليه غرفه العمليات عايز اقابل السادات مش راضي يقابلني. وقال القذافي زعل قوي ان هو ما كان القذافي عايز يقعد في غرفه العمليات يدير هو الحرب، كبران زي الكبرانات التانيين بالظبط، لكن السادات ما عبروش. فعمل مشاكل معاه وهاجم السادات بعد ذلك. كذلك عبد السلام جلال بيقول كان نفس الموقف من الجزائر، ما عبرش الجزائر الا بعد الحرب. بل ان في كتاب اسمه حريم الجنرال نشرت لك قبل كده، كتب توحيد مجدي نقلا عن مصادر من الجيش، ان السادات كان من ضمن عمليه التمويه انه استغل سفير الجزائر في باريس كجاسوس، بقى يديله المعلومات الغلط عشان يبلغها لاسرائيل. موجوده وعملت بيها فيديوهات قبل كده، كان بيستخدم الجزائريين يقول لهم معلومات غلط عشان يوصلوها لاسرائيل، سفير الجزائر في باريس انذاك. وموجودة في كتاب حريم الجنرال لتوحيد مجدي. كلام هذا الشويش اللي جابوه عملوه صحفي، وده في الجزائر مخطط بالكامل كان من بعد العشرية السوداء، جابوا مجموعة من العسكريين زي ما بقول لك، هما ما بينكروش، أنور مالك ده عسكري في الأصل هو اللي بيقول. وحكى لك بقى لما كتب تقارير في 2010 فاكرين لما قال لك أين البولوزاريو وراح عمل وتسلل وتخلل والشروق تتسلل إلى الصحراء، وكتب مجموعة من التحقيقات بعنوان أين البولوزاريو فاكرين؟ هو قال في فيديو عنده قال لك اللي أنا كتبته، وفي حواره مع الثاني ده الضابط السابق في ولا الضابط صف في سابق بيرو ولا مش عارف اسمه إيه اللي موجود عندهم دلوقتي ده، قال لك لا مش ده الحوار اللي انا عملته معاه، انا موجود الفيديوهات على قناته انور مالك، انا عملت معاه حوارات قال فيها كذا وكذا، لما سلمتها قلبوها بقى اسرار القصور الملكيه وضابط سابق يكشف ما يدور داخل القصور، قال لك مش ده اللي انا كتبته ومش ده اللي هو قاله انا ذاك، لكنه ما اعترضش وكمل وعمل كتب عن اين البولوزاريو في الصحراء وعمل موضوعات وبقت تتبدل برضه عادي لانه عسكري ما يعرفش غير انه يطيع الاوامر مش صحفي ما ياخدش موقف. لو صحفي يمشي عادي صحيفه وما ارتحتش في الكتابه فيها مش بالضروره تحصل مشكله، وده عملناه انا عملته في اي بلد في اي مكان، صحيفه لا ارتاح فيها لا ارتاح مش يعملوا لا ارتاح اقول لا باي باي واروح غيرها، ايه المشكله يعني ما دمت تملك المهنه. عند دول لا شويشية زي ده شويش ده هشام زعطوط ده يا ما كذب يا ما خرطي يخرطي خرطا مخروطا في الخرط ما فيش منه على فكرة والله مخرط من اللي هاتك هو من أسباب هاتك وعي هذا الشعب هو وأحأح وغيره وعارف مشاكرة والأشكال اللي انتوا شايفينها دي دول نتاج ما بعد العشرية السوداء لهاتك وعي القرقور ونفخوا بالوطنية الزائفة الكاذبة هم اللي وصلوه دول اللي عملوا في الشعب ده كده فخلاه زي ما انت شايفه كده بقى ولسه بيخرطيله لحد دلوقتي حرب هو شوفوا المصري هو اللي قال مصري مين هو المصري ده ناقل تقريرك هو طبق الأصل سمع تقريرك الخرطي وعاوده لك مين بقى مصري مقيم في الجزائر يعني عندك ولا مين ولا انت مين ده ما عادي يعني مصري يقول ايه المشكلة ما هو مهتوك الوعي هتكت وعي انتوا كمان انما ما حصلش من مصادرك انت انا مش هرد عليك اقول لك بقى واجيب عسكري يقول لا من مصادر ديفيد الازر اليرش اريل شارون سعد الدين الشاذ ده اللي انت قايله في تقريرك اصلا الثلاثه مذكراتهم موجوده تحت وشهادتهم اذا لقيت فيها اللي انت قلته اللي انت كتبته ده كذاب انت اللي كاتب المصادر المصادر حطيتها لك تحت اقراها اي حد مش مصدقني يقراها اذا لقى فيها كلمه الجزائر يجي يقول لي صفحه كام بس مش عايز اكتر من كده منك انما بطولات كاذبه جيش ايه اللي كان في 73 ده انت مفشوخ من المغرب ايامها ده انت ايامها وبعدها مفشوخ من المغرب يعني فين ده انت ايامها وبعدها كان جيش ما يعني 73 كان جيشك يلا يلا حديث وقبل الاسلحه الخفيفه ولكنه كان يظن فهم قاموا مفاجئينه يا سلام طب هم ما عملتوش كده في المغرب ليه؟ امال الجندي المغربي ما شافهمش اترعب ليه؟ ما هو بعدها دخلتوا حرب مع المغرب وفشخوكم واللي اعتق شنجريحه ده مبارك وموجود اكتب شهاده مبارك حرب الرمال. يلا
اديني اماره. طيب يعني هذا الجندي الذي سحق اسرائيل ده كان المفروض بقى ورانا بطولات في المغرب. المغرب فشخ ابوكوا وقفتوا تقولوا حجرونا حجرونا يا اخوان، ويبكي بنبلة في فيديو شهير لبنبلة، اكتب كده بنبلة حجرونا يا اخوان. سحق جد ابو الجيش ده، جيش مين يا ابو جيش؟ ثلاث معارك المغرب باكل على دماغكم، والملك الحسن الثاني الله يرحمه عتق شنجريحه ده بأعجوبه. مبارك 14 يوم، اكتب شهاده مبارك يا اخي موجوده، 14 يوم يتوسل اليه، معلش عشان خاطرك. قال له طب خدهم ومشاهم بالبيجامات، رئيس الاركان اللي موجود دلوقتي ده شنجريحه. يعني ما طب وليه ما رعبتش الجندي المغربي؟ ما هو كان في نفس الوقت، يعني مش ما فاتش في زمن كبير عشان يتغير حال الجيش ده، بالعكس المفروض انك خدت خبره اكبر بقى وحاربت اسرائيل وخليت اسرائيل عملوها على روحهم فرجعوا بقى اكثر مهاره. ما كنا سمعنا حجرونا حجرونا يا اخوان اللي لسه عامله لكم عقده لحد النهارده دي. كذب في كذب، خداع، قرقره، إيه انت هم ناقصين يا عم، ما كفايه بقى، كفايه زعطوط كذب بقى فيهم بقى يا شاويش. هو ده المصيبه اللي قلت لك عليها، احاحات الصحافه هم اللي عملوا فيهم كده، واهو زعطوط ده واحد منهم، هشام زعطوط واحد منهم. ده ابو مدياني هو وزيطوط العربي زيطوط، ودول ابو مديانيين خالص يعني خالص ماشيين خالص خالص. وهتك وعي وكذب، ويكرهون العرب ويكرهون الكل. وهذا هذا هذا هشام زعطوط ده ما سب المصريين، ده عنده عقده هو كده، هو يكره الكل، ومره معه ومره ضده، حاجه شويش. لكن عملوه صحفي في الجزائر كده، لازم يبقى شويش، لازم يبقى احح، والا ما يبقاش، ما يدخلش، ما يبقاش صحفي. وده انت هتفهم المجانين؟ لا، هتتزعطط، هتدومر، هتقر مسكره من معسكره وتعمل لهم حواديت ماشي، هتثقف لو جدك بره، يلا على فرنسا ولا روح شوف لك مصيبه تاخد. فهم كده، ما هتيك الوعي، هتك وعيهم. هذا الكلام لم يحدث بالمره، والمذكرات تحتيه اللي هو استشهد بيها في تقرير بما فيهم التقرير، اتفرج عليه هتلاقيه قال في مذكرات ديفيد الي عازر ومذكرات ايرين شارون سعد الدين الشاذ هو كمان. يعني انت جبت الكلام ده منين يا مصادرك اللي انت استشهدت بيها؟ كذب موجوده، كذب، كذاب. لان ما مصري هو الذي، مصري مين هو؟ مين ده؟ مين هو؟ ما تقول لنا هو مين؟ من هو المصري يا زلمه؟ كان معاهم فين يعني؟ جاب الكلام منين؟ طب المفروض ان جابوا الكلام، جاب الكلام منين؟ على شهود عيان، ولا من مذكرات ايريل شارون، ولا من مذكرات ديفيد العازر، ولا من مذكرات سعد الدين الشاذلي؟ طب ما سعد الدين الشاذلي اصدق اهو، هو في بعد رئيس اركان القوات المسلحه مصدر، اجيب لك مصدر ايه اكتر من كده؟ رئيس الاركان نفسه. انما خرطي في خرطي، شعب يخرط على نفسه لما مرمدونا. وهذا الخرط بقى هو اللي خلاه وصله لمرحله انه دلوقتي يجي يقول لك افتحوا الحدود يا مصاروه، ما يا مصاروه يا خاينين يا ولاد، افتح، ما هو بسبب المجاملات الحقيره دي، افتحوا الحدود يا مصاروه عشان الاشاوس النانوات يدخلوا يحرروا غزه، عشان احنا اللي رعبنا شاروم. ما انتوش فاكرين في 73 عملنا ايه؟ ولا عملت حاجه والله، ولا عملت حاجه، شاركت بس بعد الحرب، وصلت بعد الحرب، اقسم بالله بعد الحرب. ابو خروبه راح الاتحاد السوفيتي وعمل شيك على بياض، بس ما جالناش دبابات بعد الحرب، ما جاش دبابات انذاك، وخيرنا سابق يعني، عشان برضو يعني ابو خروبه ما بيجبش من جيب ابوه، خيرنا سابق، احنا اللي مدربينكم مدينكم سلاح، خيرنا سابق يعني. المهم ان عليكم ان تعرفوا ان المجامله في غير محلها تنفخه وتخليه يجي يسبك دلوقتي ويقول لك افتح الحدود يا مصري، خونة يا اولاد اللي يا سيسي، يا صفتك يا نعتك يا مصريين اللي صفتكم اللي نعتكم، بسبب المجاملات الصغيره التافهه مع شعب تافه، فياخدها ويجي لك بقى دلوقتي يزايد عليك. هو بقى الاشاوس، هو اللي لولايا ما كنتش انت اتحررت يا مصري، شارون انهار بسببه يا مصري، لولانا افتحوا لنا بقى اما نعيد الامجاد. ده كلام فاضي، ده كلام حقير، ده كلام زعطوط، هشام زعطوط لم يضبط صادقا على فكره. هاتك الوعي، هو سبب في الناس دي فيه، ده
فعل في الزعطيط اللي انتوا شايفينهم دول أسوأ مما فعلت فرنسا فيهم، اقسم بالله. هو ومن على شاكلته من احاحات هتكوا وعي الشعب، خلوه مجنون وقاعد منتشي. شوفوا مصري بيقول ايه، مصري يعني مصري مش فاهم حاجه، مصري ناقل تقريرك هو مصري بيقول بيقرقر، ايه المشكله يعني؟ انما قول لي انت بتقول، وهو المصري نفسه بيقول من مذكرات ديفيد الي عازم. يا سيدي في التعليقات ايه، اثبت لي ان هو قالها وانا ما انا مع انا ما كرهتش، انما بطولات كاذبه كما تاريخكم كله الكاذب، ولو كنتم كذلك كنت وريتونا كرامه في المغرب. المغرب لسوعكم ثلاث حروب فشخكم فيها، وقفتوا تقولوا رئيسكم بلسانه موجود الفيديو عيان، حجرونا حجرونا يا اخوان. اغنيها لك زي ما غناها انا ذاك، وبوتفليقة علق عليها بعد كده، بس ما حدش يقدر يحجرنا احنا، ما موجوده الفيديوهات، اكتب كده حجرونا يا اخوان. فين كنت وري؟ امال لما رعبت شارون ما قدرتش ترعب المغاربه ليه؟ خدوا رئيس اركانك ده كان عندهم بيقولوا بيعملوا بتاع واللي عتقوا مبارك، شهاده مبارك موجوده هي كمان، اكتب على جوجل على اليوتيوب مبارك وتحرير اسرى الجزائر من المغرب واسمع. أود يا زعطوط كفاكم نقص، يا زعطوط كفاكم نقص، وكفاكم تقزم، وكفاكم هتك في وعي الغلبان ده. الغلبان ده ما بقاش فيكو يا عم، ده انتوا عملتوا فيه والله أسوأ مما فعلت فرنسا يا اخي. خلاص كفاية يا عم، كفاية كفاية كفاية، حرام حرام، ارتقوا بوعيه شوية بقى، مسكين مش لاقي المية يغسل وشه يا عم، الله يخليك. كفاية بطولات 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 ما حصلتش، اقزام صغار والله ما تسووا، ما عملتوا للجزائر حاجه، ما بنيتوها، ما مشيتوا خطوه لقدام، وفي الاخر انت اهو قاعد تهنكر لسه. يا عم خلاص بقى شاويش بقى، يا حصول كفايه حصول بقى، كفايه يا عم كفايه، اتعلموا صحافه شويه، صحافه صحافه والله مهم، كفى بقى من الشاويشيه والامن اللي عملتهم ضباط دول، كفى كفى حفيظ بطيخه وبابا بابا واحح، وكفايه بقى كفايه بقى يا شعب ضحك من جهله الامم، يا شعب اصبح اضحوكه، كفايه. هذا لم يحدث، لم يحدث، والمذكرات تحت اقرا. انت كذاب يا زعطوط، وانتم بطولاتكم وامجادكم كلها كاذبه في كاذبه، باللارج طويل الجيمه و و و، انتم صغار، ولو لم تكونوا صغار ما كنتم تعمدت هذا الأسلوب من الكذب لكي تغذي النفوس الناقصة للقراقير الصغار للأسف الشديد. والمشكلة أن نجاملكم ونقول لهم يلا زي بقى هنخسر إيه؟ حصل، تيجي علينا افتحوا الحدود يا مسار ويا خونة يا ولاد. فلذلك أحب أقول لك ما حصلش، وأنت أصغر من ذلك بكثير، سواء كان سابقا أو حاليا كما شفناك في غزة هذه الأيام، صغار. فدعكم من هذا الأسلوب لأن الكل عرفه، لا تخرج قبل أن تقول سفخص على دي زعطيط. دي الحكاية، شوفكم على خير.